طبعا احنا في التعليم وما ادراك ما التعليم. ما شاء الله. نعم. عجبني تصرف احد الزملاء. كان بينه وبين عمه موقف. نعم. على قطعة ارض. ووالد زميلنا توفاه الله توفي. بقية اخوانا قالوا يا اخونا الكبير انت اللي تولى موضوع الارض ويا عمنا. نعم. والعم يروح ويجي وياهم على هالقطعة الارض اللي بينه وبينهم. نعم. في المحكمة هنا ومرة هناك ومرة هنا ومرة هناك. وكل فترة يستاذن من عندي. يعني انا كمدير مدرسة يستاذن مني، قال محمد يا تسمح لي اليوم أروح عندي جلسة في المحكمة. ويوم ثالث ويوم رابع وعلى هالكلام لمدة سنتين. فقلت له يا أخوي ترى ما هي ساوية، شو اللي بيناتكم؟ ودي أسولف وياه. قال والله هذا عمي وأخو أبوي وهذا اللي حصل بيناتنا شيء. فسرد لي القضية أحد الأيام. فأحد الأيام قالوا محمد الجلسة عندنا في الرياض وعمي جاي بيتغدى عندي، جزاك الله خير أبي كانت والوكيل وبعض الزملاء تغدون عندي في البيت. قلت عمك اللي أنت وياها صارك لستين؟ قال لي نعم. وفعلا رحنا وحضرنا وتغدينا عنده وجابه من المطار وراحوا إلى المحكمة وحضروا الجلسة اثنينهم، هم طرفي النزاع. ويوم بعد العصر طلعنا من المدرسة وكذا تغدينا عنده. فشف طيب الرجل وكرمه الأستاذ. طبعا المسائل ما انتهت إلى أن توفى عمه. ولد عمه رابع يوم جاء في المجلس ودعاني، قال من أنا تراني داعي ولد عمي اللي توفى الله يرحمه، وأنا وهو أخوانه بأجمعهم وإخواني. يا جماعة جلسنا على الذبيحة قبل لا نجلس على الذبيحة. قال يعلم الله ويشهد الله واشهد بكلكم يا عيال عمي والحضور تسمعوني، ترى حنا متنازلين عن الأرض هذه لكم أنتم يا أبناء عمي. النزاع بيناتهم ما يقارب 7 سنوات على الأرض هذه، 7 من السنين. لكن أنا لاحظت هذا بعيني من طيب وكرم وأخلاق ونبل زميلنا مع عمه. فهذا قمة الكرم. صحيح. ليس الذبيحة، قمة الكرم في أنه يضيفه وهو جاي معاه من المحكمة. شو شلون الطيب ولا شيء. نعم. الأخوان المصريين شو يقولون؟ شو يقولون؟ يقول لاقيني ولا تعشيني. يا سلام. نعم. هذا لاقاه وعشى. لا تغديني. يا اخوان ترى هذا من طيب مجتمعنا. بس انا اشوفك توجهت يمين واجد. هذا بالخلط. اقول توجهت يمين شوي، التفت علينا شوي. ناخذ حقنا بلتفت. بس ترى في ملاحظه جتني من الاخوان في الكنترول. يقولون لا، يقول لاقيني ولا تغديني مش لا تعشيني. صحيح ولا يا حبيبي؟